ايه، وهل هناك يعني مظاهرات، وهل هناك محاولات اعتداء؟ لانه عدد الكنائس التي احرقت خلال الايام الماضيه يعني امر يبعث على الحزن والقلق ايضا. احنا بصراحه في قريه دلجه اللي تبع المركز بير مواس تم الاعتداء علينا من اللحظه اللي القى فيها الفريق السيسي البيان يوم 3/7. نعم. تم تدمير مبنى الخدمات التابع للكنيسه الكاثوليكيه بالكامل بعد ما نهب، وتم تكسيره وتم حرقه. واول امس تم الاعتداء على دير اثري للسيد العزراء والانبا ابرام، عمره اكثر من 1500 سنه، وتم نهبه وتم حرقه وتم تكسيره. والان في بعض البلطجيه بيحفروا تحت الدير دوا على اعتقاد منهم ان هم هيحصلوا على اثار او يلاقوا اثار. وطبعا اتكلمنا امبارح مع المشايخ ان كنا متوقعين ان في حاجه تحصل النهارده، ومشكورين المشايخ الشيخ سيد مسؤول اوقاف في دلجه، والدكتور حسن كحيل، والشيخ محمود جبره، والشيخ جمال جاد، وبعض المشايخ في دلجه. وفعلا كان خطاب الجمعه النهارده خطاب يعني يحض على الوطنيه والسلام والمحبه، وفعلا كان في يعني امان في البلد النهارده. ولكن البلطجيه حضرتك بيرتفعوا في البلد يمينا ويسارا، واحنا بنناشد الجيش ان الناس مرعوبه في بيوتها، وبيتم الاعتداء على البيوت. اول امبارح تم نهب وحرق 18 منزل، والنهارده في بيت يعني تم الاعتداء عليه ونهب محتوياته. والبلطجيه بيرتفعوا في البلد في قريه دلجه يمينا ويسارا، واحنا من يوم 3/7 بنناشد الجيش وبنناشد الشرطه وبنناشد كل القيادات المعنيه انه انظروا الى دلجه، دلجه تعيش في رعب. حتى نقطه الشرطه تم اشعال النار فيها. ومعرفش الاعلام ليه مش مركز على الصعيد، ليه كلكم دايما في القاهره وفي الاسكندريه وفي الجيزه؟ احنا هنا بنعيش لحظات عصيبه عصيبه عصيبه. والكنائس اللي حرقت ودمرت في المنيا تؤكد دوا، يعني انظروا لنا شويه، حسوا بنا شويه، ساعدونا شويه. احنا لا نفرق، لان كله جزء من الوطن. لكن الحقيقه انه ايضا تصاعد الاحداث في القاهره والاسكندريه كان تصاعد عنيف. القاهره يعني في عدد من القتلى كبير، حتى الان الاسعاف النهارده فقط بتعلن عن 9 قتلى، وهناك كل يوم بنتحدث عن عشرات القتلى هذه الايام. فيعني عذرا، لكن يعني نتطلع الى اهلنا في الصعيد وفي كل مكان على ارض مصر كما في القاهره ايضا، وده اللي احنا بنحاول نعمله قدر المستطاع من خلال مراسلينا ومن خلال ما نقدمه مع حضرتك دلوقتي. يعني هذه الشهاده التي تلقيها حضرتك على الهواء. انا متفق معاك ان الاحداث متصاعده في القاهره وفي اسكندريه، والوضع يحتاج ان كنتوا تركزوا عليه هناك. نعم. بس احنا كمان اهلكم طبعا، واحنا محتاجين مساعدتكم، محتاجين مساعده الجيش ينزل بعربيه شرطه واحده وعربيه جيش واحده في دلجه. هيعود الامن الناس والبطاريين اللي ارتدوا الاحداث عندنا في دلجه لا تمت الاسلام بصله، ولم يقم بها المسلمون، ولكن بلطجيه بيستغلوا ويستثمروا هذه الاحداث عشان ينهبوا ويروعوا الناس. انا اناشد الشرطه واناشد الجيش اللي وعد ان هو يحمينا، لو احنا طلعنا فوضناه، فبنناشد الشرطه والجيش.